الاتحاد العراقي أرسل خطاب للأندية بتسجيل 25 لاعب فقط في لمسابقة الدوري للموسم المقبل. رأيكم أنتم كهيئة إدارية لنادي القوة الجوية بهذا القرار؟ أعتقد الموسم السابق كان 35 لاعب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً أنا أشوف هذا شيء إيجابي، وإحنا يعني 25 لاعب؟ طبعاً شيء إيجابي إنه تسجل 25 لاعب بصراحة، حتى تقدر إنه تطلع نوعية جيدة من اللاعبين للمنتخب الوطني. أما بخصوص المحترفين، يمكن أنا أعتقد إنه سمعت إنه يكون 19 لاعب عراقي أو 6 محترفين، فأنا ما مجبور إنه أجيب لاعبين محترفين. احتمال إنه أبقى بال 25 لاعب إنه كله عراقيين، فإذا كان احتاجيت إلى محترفين أجيب محترفين، وإذا ما احتاجيت فإنه إحنا نمشي باتجاه اللاعبين المحليين. حسب ما عرفنا إنه الاتحاد راح يعتمد بالمباريات المقبلة على حكام أجانب وأيضا دول المجاورة، كنادي مثل القوة الجوية شلون تشوفون هاي الخطوة؟ والله بصراحة شوف، إحنا هذا الشيء متروك لأصحاب الشأن. إحنا كنادي نادي القوة الجوية نلعب أي إن كان حكم عراقي أو غير عراقي، إحنا نلعب، ما عندنا اي اشكال بهذا الموضوع، مو شغلتنا. يعني لغب كبير بخصوص موضوع الكابتن احمد الضير باجيو، قال انه اني اطلب اداره القوه الجويه مبلغ مالي، فرد الاداره على هذا الموضوع. هو ابن النادي احمد الضير ما يطلب اي فلس من نادي القوه الجويه، وقال يعني انا حتى حاليا في الوقت الحالي ما يطلب، يعني تم التسديد تسديد كل مبالغه، احمد الضير ما يطلب اي شيء، فقط اكو رواتب. طبعا الرواتب المتعلقة يعني هو كان المبلغ كلش عالي، واعتقد انه يعني ما وصلنا العقد بصورة صحيحة، انه عقد كابتن احمد الخضير انت تعرف يعني انه هو عنده عقد، فلازم انه يكون العقد موجود، فاحنا ما عندنا مشكلة طبعا معاه لا مع كابتن احمد ولا ويا كل الاشخاص. اما هو فقط في القيمة، قيمة الراتب مالته انه المبلغ كلش عالي، فحاولنا انه ننزل من المبلغ، هذا الخلاف فقط. نادي القوة الجوية هذا الموسم غير، قدم مستوى عالي، كرة قدم حديثة مثل ما نقول، شنو توعدون الجمهور بهذا الموسم بالتحديد؟ الحمد لله والشكر، بس لا تحسدنا. لا بالعكس. ان شاء الله اكيد ان احنا طموحنا البطولات، ان شاء الله لقب الدوري والكاس ان شاء الله. يعني نقول الجوية كاس ودوري هذا الموسم؟ بيد الله ان شاء الله.